تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل استخدام التنسيق 24 ساعة. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إدارة العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تاريخ والوقت. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام التنسيق 24 ساعة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.